حنا درنا اليوم ربع العشية سجلنا شكاية بالتعذيب في إطار المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والفصل 231-1 من القانون الجنائي وبناء على مقتضيات المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية. وهذه الشكاية حطيناها للسيد وكيل العام لمحكمة النقد بالرباط، مع الأسف أصبح كذلك رئيس النيابة العامة، لأن يعني قبل كان الوكيل العام ديال محكمة النقد قاضي ورئيس النيابة العامة سياسي وزير العدل، كيمشي للبرلمان وإذا صاب شي راجل قبلته في البرلمان كيشطحو كيبكه كيمخدو كيخرج منه الزبدة واللبن والحليب، وإذا مخدو مزيان حتى العسل هبطو يما حتى العسل بدو نخرجو من الحليب اليوم كيمخد بابا. وإذا ما صابش من مجلس النواب كيتعامل معاه، راه مجلس النواب كيتعامل معاه وفي اللجنة ديال العدل انت كيصدعو الوزير كرئيس النيابة العامة وكيفتشو معاه ملف ملف. رئيس النيابة العامة كان يراقب ويحاكم ويساءل يوميا في مجلس النواب. في البرلمان اللي ما كاينش مغربي اللي كيحمل فيه شعره، اليوم هذا رئيس النيابة العامة كيقول لك ما كيحكم فيه حد، هو راسو راس المعلم، هو عنده زعما خط مباشر مع محمد السادس، ما كيدوي مع حد، ممكن له يسولو حد، ممكن له يراقبو حتى شي واحد. حنا كنقولو نعم سيدي، وإذا مشيتي حتى حفظتي وكنقولها لكم وهذا هو الخبر، وإذا مشات السيد الوكيل العام اللي هو رئيس النيابة العامة حتى حفظ هذه الشكاية بحال اللي حفظ لي جوج ديال الشكايات، واحدة مرتبطة بعفاف برنالي اللي مشى كيحكم عليها بست شهور ديال الحبس إضافة أنه حفظ لها الشكاية ديالها، وإذا مشى حتى حفظ لي الشكاية اللي درت بالزور ضد النيابة العامة ديال الدار البيضاء اللي كتقول لك علنا أنا كتبت حالة تلبس وما كايناش حالة تلبس، ولكن ما عندي ما ندير، عندي واحد المنشور وكتبته بلا ما نشعر ووقعت على حالة التلبس، حالة التلبس كديك الحابس ويقول لي خطأت وما بغاش يفتح تحقيق ومتابعة في أجلها. هادي وإذا مشى حتى حفظها أقسم بالله العلي العظيم تنحط الشكاية ضده هو شخصيا، كنت حتى يحفظها. وشكون الأمور واضحة، أنا ما عندي حتى مركب نقص، حنا في الميدان الجنائي، في الميدان الجنائي ما عندنا حتى مركب نقص، أنا ماشي من الناس اللي كنطلبوا محاكمة دولة إسرائيل، وغادي نقول عدم محاكمة المغرب، المثال كتبدا براسك، أنا ماشي من الناس غادي نقول بأنه أنا عندي واحد الحق والآخر ما عندوش. أنا فحال اللي كنطلب المنتظم الدولي يحاكم إسرائيل، المنتظم الدولي يحاكم ترامب، المنتظم الدولي يحاكم ما يجري في الشرق الأوسط القوى اللي كتدخل وكتحطم وكتقتل في المواطنين، كنقول نفس الشيء، كنقول المنتظم الدولي تدخل في شؤون المغرب وقول له بأن ما يمكنلكش تقبل التعذيب. وغادي نمشي بعيد، غادي نمشي للاختصاص الكوني، لان الماده الجنائيه هي ماده كونيه، هادو راه باقيين ما بغاوش يفهموا، هادو راه مرتكبين واحد الخطا كبير.